رقم قياسي شهدته الأرض هذا العام من الزلازل والهزات الارتدادية، لعل أعنفها وأكثرها تدميراً كان ما حدث مطلع العام الجاري في كل من سوريا وتركيا، ليلحق بها أعنف زلزال في تاريخ المغرب الذي حصد الأرواح وتسبب في خراب ودمار هائل. ورغم هول ما حدث في تلك البلدان، إلا أنه لن يكون شيئاً بجانب ما سيحدثه زلزال يوم القيامة. نعم، إنها الزلازل الضخمة والعميقة القادرة على إطلاق طاقة يمكنها تمزيق الأرض بسبب احتكاك ألواح الغلاف الصخري للأرض. لكن هل يمكن أن يحدث هذا الزلزال أصلاً؟ العلماء أكدوا ذلك حال حدوث زلزال أقوى ب53,000 مرة من أعنف زلزال سجلته البشرية في تاريخها، وهذا يعني أننا ما زلنا بعيدين عن الزلزال الذي قد يتسبب بدمار الأرض.